بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه العجالة سأقسم الفقرة إلى أولا تحية واعتذار، تحية لكم واعتذار من الإمام، ومن ثم ولادة الإمام علي عليه السلام في الكعبة، ثم أخيرا أهزوجة يا علي، أهزوجة يا علي. نبدأ مشوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الأحبة يروق لي، يا هلا باللي جمعهم حب علي، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا السلام على الأحبة يروق لي، يا هلا باللي جمعهم حب علي، يا هلا بشيعة علي خير الأنام، يا هلا بأهل الولاية والمحبة والسلام. الولاية بالقيامة صك تقرير المصير، واللي ما عنده ولاية يصير مجهول المصير. مطلع القول استباقا اعتذاري للأمين، أستميح العذر مولاي، أستميح العذر قولا يا أمير المؤمنين، ليكن لي قربة لله رب العالمين، بعض قول من موال مستكين، جاثيا بين يدي مولاه مخفوض الجبين. واستميح العذر من جمع الحضور، حيث أن القول مهما راق يعلوه القصور. يا إماما فيه قد حارت عقول العارفين، ليس يجري كنه ذاتك غير رب العالمين. فيه قال المصطفى قولا سما، يا علي ليس يدري كنه ذاتك غير ربي وأنا. ولادة الإمام من عالم الأنوار إلى عالم الأصلاب، ثم عالم الأرحام، ثم ولادة علي. من قبل الولادة كرمه رب الوجود، كان نورا حول عرش الله العالم يجود، وبعالم الأصلاب ربي قدره، وبالإرادة الله شاءه، بالأرحام الطاهرة، وبالولادة علي من دون الأنام الوحيد اللي انولد في الكعبة في البيت الحرام. عندما حانت ولادة علي حماي الجوار، لجأت فاطمة للكعبة فانشق الجدار، ولجت فاطمة للبيت بباب المستجار. وبالولادة خر علي ساجد يسبح للإله، وما فعلها قبله بعده سواه، وثلاثا بقيت فاطم والمولود في البيت الحرام، وثلاثا بقيت فاطم والمولود في البيت الحرام، يأتها رزقها بالإنعام من رب الأنام، كيف لا وهي التي قد أنجبت أعظم إمام. اللهم صل على محمد. بالأهزوجة. يا علي يا علي يا علي، ما أحلى اسمك على لساني يا علي، اسم يهتز له كياني يا علي،
في عز وجلال اختار اسمك يا علي، حبك الايمان كله يا علي، وينعر ايماننا من حب علي. العالم بعالم الاصلاب بايعنا علي، وبعالم الارحام امنا نادت يا علي، كل ما تتعب تنادي يا علي، وفي الولادة أمنا جانا أمنا صاحت يا علي، وما أكو الرضع رضعتنا رضعتنا حب علي، ومن تعلمنا الحبوية المشي ما أكو الكبوام ما أكو الكبوام نصاحت يا علي، فاعشنا يا إلهي ويا حبنا لعلي، وأمتنا يا إله الحق على حبي علي يا علي يا علي يا علي. علي محتاجينك احنا يا علي، الناس في شدة ومحنة يا علي، تنتخي بالله ورسوله وبعلي، فرج اللهم عنا بحق علي، فرج اللهم عنا بحق علي. وختاما الصلاة على الرسول وآله بن عمه علي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونلتقي دوما على حبي علي.